موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة بتاريخ 23 من جوان جاري 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك من خلال معالجة 104 عينة تحليل مخبري، أي بنسبة تحاليل إيجابية تبلغ 40%، وذلك وفق آخر تحليل للنشرة اليومية كان قد صدر يوم أمس الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة. هذا وبلغ عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال مرضى كوفيد-19 في التاريخ ذاته 13 مريضاً بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة، بعد أن كان عددهم في حدود حالتين فقط بتاريخ 20 من جوان الجاري. سجلت ولاية سليان يوم أمس الجمعة 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 49 تحليلا، أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب 47%. يشار إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي والإقبال على التلقيح. يذكر أن الجهة سجلت خلال اليومين المنقضيين 51 حالة. أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربال تمسكه بحق جميع المواطنين مهما كانت صفاتهم في النفاذ للعدالة وحق التقاضي أمام قضاء مستقل ونزيه ومحايد غير خاضع لأي ضغط خارجي مهما كان مأتاه، وذلك على إثر اطلاعه على عريضة دعوة استعجالية من ساعة إلى أخرى تضمنت دعوته للحضور لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس لجلسة يوم الاثنين المقبل رغم تواصل إضراب القضاة. دوليا، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة نزوح أكثر من 12 مليون أوكراني منذ بدء الحرب ببلادهم أواخر فيفري الماضي. وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك اليوم يصادف مرور 4 أشهر على الغزو الروسي لكييف. نهاية الموجز، قدمته لكم أحلام العامري في أمان الله. موجز الأخبار على الحياة فامة.